الله فيك وترى الحوشي. كان اليوم لقيتونا في جامع عمر بن الخطاب بالمدياق، كاينه حمله تبرع بالدم وكاين الحمد لله على اقبال كبير جدا، وكنتمنى من الله سبحانه عز وجل من الجامع يجي يتبرع بالدم. الله سبحانه وتعالى قال في الايه الكريمه ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا، وكنتمنى التوفيق لهاد الاطر الطبيه اللي كاينه هنايا، وشكرا جزيلا للاستاذه لبنى وشكرا للاستاذ ديالنا وتحياتي للجميع. المهم مرحبا بكم تبرعوا بالدم. السلام عليكم، انا جيت نتبرع بالدم وكنتمنى كل شيء الجميع يجي يتبرع في سبيل الله. والله فيه الاجر بزاف هذه القافله هذه، والله الا فيه واحد الاجر الله يقبل على الجميع. الحمله الاخيره ان شاء الله بمسجد عمر بن الخطاب مدينه المدياق، بعد ما دوزنا بزاف ديال المساجد بين المدياق وتطوان، والحمد لله عرفت الحملات ديالنا واحد الاقبال كبير، ولكن الملاحظ هذه السنه هذه كان واحد التراجع في نسبه التبرع بالدم على الصعيد الوطني. لذلك من هذا المنبر كنوجه ندائي للجميع المغاربه اللي كيتمتعوا بصحه جيده انهم ما يبخلوش على هذوك المرضى اللي هما محتاجين لقطره دم ومحتاجين للسخاء والعطاء ديالنا، والامل ديالهم في الحياه هي داك الكيس دم اللي حنا كنهديوه لهم، وخصوصا في هذا الشهر الفاضل. وكان كذلك كنطلب منهم انه الى باقيين شي حملات اخرين يستغلوهم، لاننا مقبلين على العطله ديال العيد، وفي هذه العطله كيعرفوا تقريبا جميع المراكز كيكون عندهم واحد الازمه، وللاسف المريض ما كيعرف لا عطله لا عيد، خصو فوقاش ما يجي يلقى المخزون كافي لتلبيه حاجيات المرض. السلام عليكم، كنتواجدوا بجامع ديال عمر بن الخطاب. هنا كانت اليوم النهار الثالث بالنسبه لهاد التغطيه ديال مركز تحقن الدم. الحمد لله جينا اليوم نتبرعوا باش نقدروا نعتقوا اخواتنا اللي كيعانيوا من نقص في الدم. وبالتالي انا كنوجه رساله لجميع اللي عايشوا في هذا المقطع الفيديو بانه يجي يلتحق بمركز تحقن الدم اللي كيكون في ثانيه درمل باش يتبرع بالدم. اننا صراحه الله الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا، وقدر يكون غدا خاك اختك كيحتاج الدم، وبالتالي خصنا نوفروا لهاد الناس هادو اللي كيعانيوا من هاد كما نقدروا نسميوها ماده ولا نسميوها كيحتاجوا ليها بزاف. السلام عليكم، جينا زعما نتبرعوا في حساب الله، اللي زعما اللي يقدر يتبرع بشي حاجه يتبرع. كما كتعرفوا كما كنعمقوا السنه ديال كل سنه، وهو اننا كننظموا حملات تاع التبرع بالدم خلال شهر رمضان في المساجد ديال المضيق في نيداق مارتيل وتطوان. اليوم كنتواجدوا مسجد عمر بن الخطاب في المرحله الاخيره من هذه الحمله اللي كنتوخاو منا نعزوا المخزون ديال المركز ديال الدم. فدائما كنجد المواطنين ان كنشوفوا انه واحد الاقبال شويه ضعيف للاسف، مع رغم ان شهر رمضان هو شهر السخاء والعطاء، كنا كنتمناو ومازال كنتمناو ان الناس تجي تتبرع، لان المراكز تحقن الدم كتحتاج الدم ثلاث سنه. والان كما كتعرفوا في هذه المرحله هذه الحساسه ديال شهر رمضان كنكون هناك واحد الطلب اكثر على الدم في هذه الماده اللي لا تباع ولا تشترى، فكنجدوا الناس يجيو يتبرعوا رغم انه النهار الاخر، ولكن المراكز تحقن الدم بعد رمضان كتبقى مفتوحه طيله السنه، والدم محتاجينه تقول طيله السنه، فما تبخلوش علينا بالدم ديالكم، ونتمنى والله تحضروا بكثره باش تعزوا المخزون ديال التبرع بالدم في المراكز تحقن الدم. هنا سمعنا بالتبرع بالدم هنايا في المسجد عمر بن الخطاب، وجينا نتبرعوا في سبيل الله، وهذا الشيء مزيان بزاف، ومزيان اخر يتبرعوا العواشر هذه، مزيانه بزاف هذا الشيء اللي كنعملوا مزيانه بزاف، اي واحد يجي يتبرع بالدم في سبيل الله.